قبل ما ادخل في اي تفاصيل في الحلقه برحب بزميلي كابتن هاني رمزي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك طبعا. مبروك علينا. مبروك علينا طبعا. الحمد لله على نعمه الاهلي دي طبعا لله. من الجمله الشهيره لجماهير النادي الاهلي، وانا واحد بنقول الحمد لله على نعمه الاهلي. طبعا مساء الخير عليكم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اكيد لسه مستمرين في فرحتنا في كواليس النجمه ال 42 في طبعا طريق النادي الاهلي، نجاحات مستمره على جميع المستويات. ان شاء الله توج كمان هذه المجهودات اللعيبة والجهاز الفني والجماهير ومجلس الإدارة إن شاء الله بكمان النجمة التاسعة للنادي الأهلي إن شاء الله.